انتحار ابن فنانة مشهورة بعد اكتشاف جوازه من أمه اللي أغمى عليها وماتت بعد اكتشافها الحقيقة. فنانة من فنانات الزمن الجميل اتعرضت لقصة مؤلمة جدا وغريبة، ماتت بسببها هي وابنها. يا ترى ايه الحكاية؟ الفنانة أميرة أمير، واسمها الحقيقي هو سعدية عبد الرحمن أبو العلا، من مواليد محافظة الشرقية. تولدت في 17 يناير عام 1920. أبوها كان بيشتغل جزار، وفي يوم حضر مفتش الصحة عشان يفتش عليه، واكتشف أنه بيخالف أسعار البيع القانونية، وحصلت بينهم خناقة كبيرة جداً، لدرجة أن باباها الجزار راح قتل المفتش بالسطور اللي بيستخدمه في شغله في الجزارة. ودي هي أول مأساة تحصل لسعدية في حياتها، وتتوالى المصايب من بعدها، وزي ما بيقولوا المصائب لا تأتي فرادى. اتحكم على باباها بالسجن ومات في فترة سجنه. سعدية في الوقت ده كان عندها 16 سنة، اضطرت تشتغل خياطة عشان تصرف على نفسها وأسرتها، بس كانت بنت جميلة، وعشان كده اتقدم لها عمدة القرية واللي كان أكبر منها، وتجوزه وجابت منه خالد. لكنها بعد ما اكتشفت ان جوزها مدمن خمور قررت تسيبه وهربت على القاهرة، وسابت ابنها معاه. أصيب جوزها العمدة باكتئاب وانتحر، وخدت أخته ابنه خالد ربته معاها. فضلت سعدية تدور على شغل في القاهرة لحد ما لقت إعلان في صحيفة طالبين وجوه جديدة تمثل في فيلم اسمه ابنتي. قدمت سعدية واتقبلت لأنها جميلة، وكمان أخدت دور البطولة. وفي الوقت ده انبهرت بيها الفنانة عزيزة أمير، وديتها اسم أميرة أمير كاسم فني. اتشهرت أميرة وقابلت المخرج كمال سليم، حبوا بعض واتجوزوا، لكنه توفى بعد كم سنة، وكملت هي مسيرتها الفنية. وبعده اتجوزت مساعد جوزها الراحل محمد عبد الجواد، لكن اتطلقوا بسرعة، واتجوزت بعده مغني فلسطيني أردني اسمه غرام شيمة، وخلفت منه بنتها عصامة. لكن بعد فترة من الجواز اختلفوا وسابوا بعض، وسابت له بنتها. وبعده اتجوزت واحد أرمني كان عايش في مصر، واختلفوا برضه لأن شغله كان في أمريكا وكانت رافضة تسافر معاه، فاتطلقوا. وبعده اتجوزت أميرة أمير من ضابط في الجيش المصري اسمه إبراهيم فايز صبري، وجابت منه ولدين هما أمير وبهاء، وانفصلت عنه بعد 6 سنين. وبعدها قررت تروح على أمريكا وتبدأ فصل جديد في حياتها، وفعلا كان فصل جديد وغريب. سافرت أمريكا واشتغلت راقصة في مسارح البرودواي، وهناك قابلت شاب يهودي اتعرفت عليه، وحصل بينهم قصة حب، وطلب انه يتجوزها. وعلى الرغم من الهجوم الكبير اللي تعرضت له من السفارة المصرية والشعب المصري، الا انه ما همهاش واتجوزته وخدت الجنسية الأمريكية. أميرة لاحظت ان جوزها اليهودي بيتكلم عربي كويس احيانا، ولما سألته عن الموضوع حكى لها قصته، وانه اصله مصري، وانه تعرف على بنت يهودية وحبها وراح معاها اسرائيل، وغير ديانته لليهودية عشان يعرف يتجوزها، واخد الجنسية الاسرائيلية وتنازل عن الجنسية المصرية، وبعدين جه على امريكا. اميرة بقى عندها فضول اكتر تعرف عنه، وبدأت تسأله عن تفاصيل حياته اللي فاتت، فقال لها انه اتولد في محافظة الشرقية وتربى في نفس المكان اللي هي اتجوزت فيه. فسألته عن عيلته وباباه، فقال لها على اسم باباه، وانه كان متجوز واحدة جميلة اصغر منه وماتت، اسمها سعدية. بكل ذهول أميرة سألته وقالت له أنت اسمك الحقيقي خالد؟ اتفاجئ خالد إنها عارفة اسمه، وقال لها أيوة ده اسمي. سعدية أغمى عليها واتنقلت للمستشفى، ولما فاقت قالت له إنها أمه. خالد فورا اتصل بعمته اللي قالت له إن أمه توفت، وساعتها قالت له إنها فعلا ما ماتتش، وإنها فنانة مشهورة اسمها أميرة أمير. خالد صاعق لما تأكد إنه تجوز أمه، وانتحر على طول، رمى نفسه قدام عربية في الشارع، وتوفى هو وأمه في نفس اللحظة.